كنت بقى عنده طول الوقت، كنت بتعمد إن عنده، بقفله دايما الند بالند، وأي كلمة يقولها قصادها رد. بس أنا برضه ما كنتش فاهم شكل علاقتنا عاملة إزاي، كأن في حاجز ما بينه، لحد ما هو بطل يتكلم وأنا كمان بطلت أتكلم. برافو، طب برافو. وبعدين ابوك ده كان بتاع حوارات، يعني لو كان يتكلم معاك كان زمانه لبسك فيها من سنين. خلي بالك لو لبستني كان زمانك بقالك سنين ماشي بتلم ورايا، مش حلوة. خلي بالك طب اقول لك على حاجة، انا مسام على قد اللقطة اللي احنا فيها دي، بس انا مبسوط ان بقى لي اخوان، بالذات انت عادي. يا جدع اضحك، بكرة تحلو وتزهزه.